بسم الله الرحمن الرحيم وبنستعين من مجزر البساتين. اليوم 9/9/2020 تم تحميل 18 طنا إلى 6 مديريات. مديرية أوقاف إسكندرية 4 طن، مديرية أوقاف الفيوم 4 طن، مديرية أوقاف بني سويف 3 طن، مديرية أوقاف المنيا 3 طن، مديرية أوقاف بورسعيد 2 طن، مديرية أوقاف مرسى مطروح 2 طن، ومع كل سيارة مفتش عام من التفتيش العام لتوصيل الكمية المقررة إلى مدير المديرية لتوزيع الكمية على الأسر الأولى بالرعاية. والله الموفق، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا السائق وليد، محمل 6 طن أضاحي لحوم، متوجه لإدارة المنيا وإدارة بني سويف، كل إدارة 3 طن. اليوم رب الأربعاء الموافق 9/9/2020، الاسم محمد يسر عبد الحميد، سائق لدى الشركة العامة لتجارة الجملة، متجه إلى محافظة بورسعيد ومعي بحمولة 2 طن لحوم صكوك الأضاحي. بسم الله الرحمن الرحيم. إبراهيم الدغيدي، الشركة العامة لتجارة الجملة. جم اليوم السيارة بتحميل 4 طن لحوم أضاحي، متوجهة إلى أوقاف إسكندرية لتسليمها لمديرة الأوقاف. الرحمن الرحيم. اسم سيد خلف محمد، محمل لحمة 4 طن للفيوم، يوم 9/9.